فمه ضوءه ويداه صوته وصداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في برنامج المرتل والحلقة قبل الأخيرة. اليوم عنا 6 مشتركين. قبل أن أوضح لكم حلقة اليوم أرحب بلجنة التحكيم، مهندس أسامة الصافي، الشيخ مشار العفاسي، والشيخ عبد الرزاق الدليمي، وأيضا من خلف الكواليس صلاح الشطة. يمسي عليك بالخير يا صلاح. يمسيكم بالنور والسرور أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في برنامج المرتل الموسم الثاني. كل ما لا تحمل منافسة وتشتد، وكلنا يعني متشوقين كلنا أن نعرف منو الحائز على لقب المرتل في موسمه الثاني. أهلا بكم أيها الأحبة مرة أخرى. اليوم عندنا 6 مشتركين، 3 تأهلوا معنا من الحلقة الماضية، و3 تأهلوا عن طريق الزر الأخضر. اليوم منافسة رائعة، ويمكن أنا في من وجهة نظري تكون من أحلى الحلقات اليوم، لأن النخبة خلاص الآن صفيناهم كلهم. أيها الأحبة، متابعة شيقة، وعندنا ضيف أيضا بيكون بعد خفيف على قلوبكم اليوم، وعندنا ضيف أيضا غدا باكر. نشوف تقرير ونرجع لكم. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. صوت قوي، صوت عريض، صوت فيه مساحة. التأهيل للنهاية سيحرمنا من سماعه، فما أدري أهله ولا أنا ما بتكلم. لا أنا أرى أنه يستحق. يستاهل. اقتصد بجواباتك، ترى الجواب يؤذي الصوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من كلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة، فمن شاء في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، بأيدي سفرة كرام بررة.
قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. والبداية مع الشيخ عبد الرزاق. شيخ علاء بارك الله فيك على هذه التلاوة الجميلة. اللي عجبني اليوم قفلاتك المدروسة والرصينة والقوية، اعتقالاتك جميلة كانت، اختياراتك، انتقائك للأنغام، تحويلات والنقلات، جواباتك، قراراتك، قراءتك في مجملها رائعة. أحسنت شيخ عبد الرزاق. شيخ بشاري. علاء قارئ ممتاز، الله مبارك، وعوامل كثيرة تؤهله لذلك، مساحته، طبقته، خامة صوته، تصرفه، تنوعه، حلياته، عوامل كثيرة يعني، وإن كان يعني يمكن العوالي كانت يعني شادة أو متكلفة، يمكن لأن ما دخل في القراءة مقطع قصير، يمكن لو يتعدى صفحتين ثلاثة يبدأ يسخن والعالي يكون مرتاح. أحسنت شيخ أسامة. شيخ علاء ما شاء الله من المحافظين على الطريقة التقليدية المعروفة في القراءات المحفلية لمشايخنا الكبار، متبحر، أداء أثري، مجيد للقفلات بصور مختلفة متنوعة، ربما لأنه تأهل بالزر الأخضر ما وجدنا فرصة أكبر نسمع في تنوعاته في تصرفاته الخاصة أو شخصيته الخاصة في القراءة، ونرجو أن يعني نسمع منه إن كنا في أواخر المسابقة. أحسن، موفق إن شاء الله. موفق، شكرا يا أسامة، وشكرا علاء. وطبعا نذكركم بأن اليوم عندنا 6 مشتركين، 3 تأهلوا من الزر الأخضر و3 تأهلوا من الحلقة الماضية، يعني خذوا لهم فترة لما تأهلوا وحرمونا من الأصوات الندية بالزر الأخضر بصراحة. يعني الكلمة لك يا صلاح. مشاهدينا، على أول مشترك معنا في حلقة النصف نهائيات، وهو أهم أول مشترك حصل على الضوء الأخضر. نعم. على أنت ما عندك تجارب أداء بقدر اللي راح تنافسهم اليوم. نعم. فتعتقد أنك أنت راح يعني يكون لك مكان إن شاء الله بالتأهل إن شاء الله، إلا أنهم أخذوا مرحلات أكثر منك. أكيد يعني توفيق من الله، يعني هو تثبيت من الله وتوفيق من الله. متفائل إن شاء الله بالمراحل الجاية إن شاء الله. عسى الله يوفقك يا علاء، تستاهل كل خير، الله يحفظك. أيوب، عطنا المشترك الثاني في حلقة اليوم. شكرا يا صلاح. والمشترك الثاني في هذه الحلقة هلو أمين من العراق. شوف تقرير ونرجع لكم. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. زمار مزامير علي داود، أمتعتنا، جزاك الله خير. ما شاء الله شيخ خلو متألق اليوم، أبدعت. قول القراءة شاد، فما تلذذنا مثل ما تلذذنا في ثاني تجربة له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى.
أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. حياك هلو. والكلمة عند الشيخ مشاري العفاسي. هلو. أحيانا كثرة التنويع تخلي القارئ ما يستقر على درجات النغم صح. يعني مع أن أبهجنا في دخوله في صدر الصورة لايق عليك هذا الأداء لايق عليك العجم كنت ممتع فيه. جاءك لا تعطش الجيم جاءك جاءك خلقه لا خلق خلقه خلقه لا حلياتك اليوم كانت ممتعة. شكرا شيخ مشار. شيخ أسامة هذه بدايتك كانت إيحاءات تكبيرات العيد أعتقد بهذا الجو بهذا المقام. القفلات كنت بانتظار تصريفات خاصة بك مع القفلات لكن طبيعة السورة بقفلاتها التي ما فيها نهاية مدود قيدتك قليلا. فتح الله عليك. شكرا شيخ أسامة. شيخ عبد الرزاق. شيخ هلو بارك الله فيك. تلاوة طيبة مثل ما تفضلوا المشايخ ويعني كنت بحاجة إلى الإقفال بطريقة احترافية بطريقة منافس لمرحلة مفصلية مهمة لكن بشكل عام أدائك جميل والنغم الذي اخترته أيضا كان رائع موفق إن شاء الله. شكرا شيخ عبد الرزاق. شكرا هلو. تتوجه إلى صلاح وأذكر السادة المشاهدين عندنا اليوم ست مشتركين خذنا علاء وخذنا هلو وعقبها عندنا أحمد وآية الله وأحمد إبراهيم أيضا من مصر وعبد الرؤوف العسيري من السعودية. سنشاهدهم جميعا إن شاء الله اليوم. والكلمة لك يا صلاح. مشاهدينا ما شاء الله هلو في كل مرة يثبت نفسه أكثر فأكثر فقول لنا هلو ما السر وراء هذا الإبداع ما شاء الله في الأداء والترتيل. الحمد لله أني هواية يعني أروح يم الشيوخ أقرأ خاصة المقامات. نعم. اللي فيه حزن اللي بيه مثلا فرحة الحملة يعني أروح إن شاء الله.
ما شاء الله متفائل ان شاء الله. عسى الله يوفقك يا هلا وتستاهل كل خير حبيبي. مشاهدينا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. فاصل قصير ومكملين معاكم إن شاء الله. أهلا بكم أيها الأحبة وأهلا بكم مع أهل القرآن في برنامج المرتل المشترك الثالث لي هذا اليوم أحمد بقديدة من المغرب. نشاهد تقرير ونرجع لكم. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هناك أصوات يعني لها مذهب خاص فيها، لذلك ما تفهم أسلوبها إلا بعد تعلق معها وسمعها أكثر من مرة. هذا النوع من التلاوات مهما أطلت فيها لا يمل منها، وإن كان لي وجهة نظر قد تختلف كثيرا عن المشايخ الكرام، لكني أضم صوتي إلى أصواتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. حياك يا أحمد. والبداية مع الشيخ أسامة الصافي. أخي أحمد، على الرغم من قصر آيات السورة إلا أنك استطعت أن
تصور لنا جماليات تفاصيلها. فتح الله عليك. شكرا شيخ أسامة. شيخ عبد الرزاق. الأخ أحمد، هدوءك أضعف لديك جانب التغني والأداء والتصرف. بصراحة هذه القراءة مو قراءة منافسة. موفق إن شاء الله. شكرا شيخ عبد الرزاق. شيخ مشاري. قارئ جميل جدا، لكن اليوم فلتت منه الأنغام بشكل متكرر، وحتى لما ينتقل من أداء إلى أداء ما يستقر على السلم. معلش يا أحمد. يلا المشتركين في حالة يعني خوف، وحلقة قبل الأخيرة والحلقة قبل النهائية، والحلقة فيها مجموعة من أشرس المتنافسين في هذا البرنامج. نتابع معكم أيها الأحبة ولقاء مع صلاح ونرجع لكم. مشاهدينا الكرام، أحمد معانا اليوم. أحمد قاعد تنافس أنت ناس حصلوا على الضوء الأخضر في المراحل السابقة، أين ترى نفسك بينهم؟ وهل تعتقد أنك أنت راح تكون منافس قوي في المراحل الجاية؟ إن شاء الله نتفائل بالخير إن شاء الله. وكيف تصف مشاركتك في برنامج المرتل؟ الحمد لله راضي عنها، يعني ما دام وصلت لهذا المستوى الحمد لله. الحمد لله. وجودك بحد ذاته فوز يا أحمد. الحمد لله. عسى الله يحفظك. هذا قانون المسابقة. إن شاء الله نشوفك دائما في أعلى المراتب. شكرا. أيوب، ننتقل معاك إلى المشترك الرابع في حلقة اليوم. شكرا يا صلاح. والمشترك الرابع من إندونيسيا، نشاهد عنه تقرير ونرجع لكم. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا. خشوع، تدبر، إحكام، إتقان، الحروف تلمع، الهمس يرن، القراءة متجانسة. الصوت جميل جدا ويدخل القلب. قفلاتك كلها سليمة وتستاهل ضغطة زر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا
ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. حياك الشيخ. والكلمة مع الشيخ عبد الرزاق. حياك الله آية الله، ما شاء الله قراءتك طيبة. أنا تمنيت عليك لو أنك قرأت بالأداء الأول في مشاركتك الأولى لكان برزت جماليات صوتك أكثر. هذه القراءة المرتلة يعني مختزلة، اختزلت كثير من أدائك وإبداعك وتصرفاتك النغمية، وأنا متأكد أن لديك الكثير. موفق إن شاء الله. إن شاء الله. شيخ مشاري، آية الله المفروض كان مرتاح يعني إلى هذه المرحلة، مع هذا كان اليوم صوته تعبان مش مستقر نغميا. كان مثل ما قال الشيخ المشاركة الأولى أفضل، أحرفه حلوة، تجويده حلو، فصيح، إلا أن أسلوب التلاوة تقليدي قديم شوي. عطلي نفسك مجال أنك تؤدي حسب ما تستشعر أنت، فلينظر إذا كان الإخفاء بعده حرف مفخم ينبغي أن يفخم الإخفاء. أحسنت شيخ أسامة. طبعا ما شاء الله القراءة خاشعة والصوت جميل، ولكن في هذه المرحلة في هذه الحلقة المسألة نسبية، لابد وأن أقارن الآن هذه التلاوة مع تلاوات الزملاء الآخرين. لك كل التوفيق إن شاء الله. شكرا شيخ أسامة، والشكر لك عزيزي المتسابق، والشكر لجميع المشتركين في هذه الحلقة. أيها الأحبة، ناخذ احنا فاصل قصير ونرجع لكم. اهلا بكم ايها الاحبه مجددا، ومع المشترك الخامس احمد ابراهيم حسن، مشترك رائع. نشاهد عنه تقرير ونرجع لكم. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. حتى حينما تقرأ القرآن تلزمني أن أنصت وأن أتأثر وأن أتعلم. خذني بصوتك عاليا قلبي هواك ومسمعي. أنصح فقط لا يكثر من العوالي، مش منطقتك العوالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاء يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة
بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. حياك يا شيخ أحمد. الكلمة سؤال عند الشيخ مشاري. أحمد، صوت جديد حديث ليس له شبيه خصوصا من القراء المصريين، يستشعر الآيات ويحبرها تحبيرا دقيقا، اللهم بارك. لكن كثرة التنقلات في القراءة قد تفقد القارئ شخصيته، يعني لو اكتفى بأدائين أو ثلاثة وأتى بفروعها كان يعني استشعرنا معه أكثر وأكثر. أحسنت شيخ أسامة. أخي أحمد، نعم لك ميزة فريدة، وهي أنك مجدد في هذا الجيل بطريقتك الخاصة في ظل محافظتك للأحكام والثوابت المعروفة، فتح الله عليك. شكرا شيخ أسامة. الشيخ عبد الرزاق. شيخ أحمد الله يفتح عليك، امتعتنا. كل نغم قرأته وكل تحويلة وكل نقلة كان لها وقع في القلب. الله يفتح عليك، موفق إن شاء الله. شكرا شيخ عبد الرزاق. أحمد أبدعت اليوم أيضا، شكرا لك. أيها الأحبة، المشترك الأخير في هذه الحلقة من السعودية، نشاهد عنه تقرير ونرجع لكم. وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. أنت موهبة، نبرة الصوت هذه وهذا الأداء موهبة، موهبة غير عادية. لو أتقنت أحكام التجويد إن شاء الله أنت مقرئ المملكة العربية السعودية في المستقبل. والزر الأخضر للأخضر. الله الله، تستاهل تستاهل يا عبد الرؤوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره،
في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فتح الله عليك شيخ عبد الرؤوف. السؤال للشيخ أسامة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الذوق اللي عندك والقدرات غير عادية. التنقلات والعرب غاية في الروعة أكبر من سنك وفيها احترافية متناهية. حافظ على اهتمام في القرآن الكريم لأني أرى فيك شيئا كبيرا. وفق الله. شيخ عبد الرزاق. ما شاء الله عبد الرؤوف متألق. العافية. ما شاء الله. شو الصوت الحلو؟ شو الإبداع؟ شو هالعرب الحلوة؟ من ذوقك. أنت ما شاء الله صوتك يعني وتصرفك أكبر من عمرك. متفائل بك. موفق إن شاء الله. إن شاء الله. شيخ مشاري. هذا زرك ترى. إيه. يسر الله أمرك يا عسيري. عبد الرؤوف يعني ما جاء ليشارك بل جاء لينافس. وفي هذه القراءة سمعنا يعني يتلو بطريقة أفضل مما كانت عليه المشاركة الأولى. هناك بعض الأحكام يعني جاءه فأنبتنا. المدود والغنن تحتاج إلى مساواة أكثر. لكن يعني هذا الصوت يعني من الأصوات التي لا تتكرر إلى إلا كل 100 سنة تقريبا. أحسن. شكرا شيخ مشاري. أيها الأحبة أبدعت عبد الرؤوف. أيها الأحبة عندنا ضيف بعد هذه المشاركة. ضيف جميل بيكون خفيف على قلوبكم إن شاء الله. اسمه محمود. نشوف عنه تقرير ونرجع لكم. لم يكن طالب كلية التجارة في جامعة حلوان في مصر الشاب محمود فضل يستطيع أن يخبئ هذه الموهبة الفذة التي حباه الله إياها وهي موهبة التقليد. الشاب المصري استطاع كسب الكثير من المتابعين عبر حساباته في قنوات التواصل الاجتماعي من خلال تقليده لأكبر مشايخ السعودية ومصر والعالم العربي، كما استطاع أن يقلد الأذان بأصوات مختلف المؤذنين سعيا إلى تحقيق حلمه بأن يكون مؤذنا في الحرم المكي. اهلا بكم ايها الاحبه مجددا. ضيفنا لهذه الحلقه ضيف خفيف على القلوب ان شاء الله، مقلد رائع للاصوات. محمود ارحب فيك اجمل ترحيب وحياك في برنامجنا برنامج المرتل. الله يبارك فيك محمود. ما بطول عليك، ابغيك تعطيني ما في جعبتك من قراءات لبعض المشايخ الكرام. نسمع ونقول بسم الله. في البدايه برحب بالمشايخ. في بعض من المشايخ الكرام أئمة الحرم
والمؤذنين. وليكن ناخذ سيناريو كده بعد الأذان يقيم الصلاة وبعد كده ناخذ الفاتحة بكل صوت. الأذان المكي في الختام بتاعه الله أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الشيخ علي جابر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ ياسر راشد الدسري. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شيخ عبد الرحمن السديس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نهو الصلاة وكن في تكبيرات العيد. الشيخ علي الملا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله الله يبارك الله. فيك أنا أبغيك تختمها بصوت الشيخ مشاري. تقدر؟ أقدر. يلا نقول بسم الله. الشيخ مشاري. طبعا أنا بحاول إن أنا أقلدهم. طبعا مشاقي جنب اسمهم حاجة. والله أنا أنول الشرف إن أنا أقلدهم وأنول الشرف إن أنا أقلد الشيخ والله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله 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 يا شيخ محمود. بيني وبينك المشايخ بيكرهوا التقليد لكن مسأل الشيخ مشاري قلدتك عدل ولا؟ ما شاء الله الله مبارك. محمود منين أنت؟ من مصر. ما شاء الله الله يبارك الله مبارك. يعني
صراحة قدرة عجيبة وأسعدنا صراحة بهذه المشاركة. بس يعني يمكن الربكة شوي يعني خلته يخلط يعني زديس طلع مع صلاح البدير والعفاسي طلع مع ناصر القطامي. طيب شيخ أسامة، ترى موهبة التقليد بشكل عام موهبة فريدة، ولكن ما دام عندك اهتمام في القرآن الكريم ترى ممكن تكون تقارئ، واللي عنده هذه القدرات انا اتوقع انه ممكن يعني يطلع منه شيء كثير. فتوكل على الله. الله الله. شيخ عبد الرزاق، ما شاء الله الاخ محمود، انت طالما تمتلك موهبه التقليد وهذا التنويع ليش ما تستقل بطريقه خاصه بك؟ ما المانع؟ طريقه خاصه. ها؟ لي طريقه خاصه. نسمع الفاتحه طريقتك؟ سمعنا الفاتحه. نسمع. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ايش رايك الحين؟ أذن وقام وقرى وعيد فينا قبل العيد ما شاء الله. هذا بعد هو مو متوضي بعد ما شاء الله. متوضي الله يعزك. ما شاء الله صلى التراويح معه موهوب الرجال. الله يبارك. شكرا شكرا يا محمود نورتنا. شكرا لك أيها الأحبة. مستمرين معاكم والنتائج إن شاء الله بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. اهلا بكم ايها الاحبه وفي هذه الاجواء التنافسيه الرائعه، حلقه مميزه، حلقه ضمت ست اصوات جميله، ثلاث اصوات من الذين كانوا معنا في بدايات البرنامج، وثلاث اصوات انتقلوا بالزر الاخضر بقدره قادر، وصلوا للمرحله قبل النهائيه، واصوات جميله وحلقه كانت رائعه جدا بصراحه. وقلنا بعد نقول وصل لهذه المرحله بعد الله أكبر، يا جمال أصواتكم صراحة. اليوم بيغادرونا ثلاثة بيغادرونا في هذه الحلقة، وثلاثة بيتمون معانا، وباشر إن شاء الله الحلقة النهائية من بين الثلاث أصوات اللي بيتأهلون. لكن اليوم من الذي سيبقى معنا ومن الذي سيغادر؟ ونقول بسم الله الذي يعني سيغادرنا. أبدأ باللي يغادر يعني، لا باللي يتأهل. شيخ أحمد اليوم أنت ما عجبتني، ما عجبتني في الحلقات السابقة، كنت مبدع أكثر وأكثر، لكن ما يضرني أقول لك تقدم خطوتين وتأهلت معانا. إيش رأيك؟ بس هونت عليك ولا شايفك يعني متنشن؟ ويعني الآن تنفس الصعداء، تنفس بقى. يا سلام يا سلام. يلا بسم الله. واللي بيغادرنا آية الله سامحنا بتغادرنا، وخلك في مكانك واقف. واللي بيفوز معنا الآن أربعة متسابقين، الشيخ علاء والشيخ هلو والشيخ أحمد والشيخ عبد الرؤوف. اللي بيغادرنا للأسف يعني صاحب صوت جميل أحمد من المغرب سيغادرنا وسيبقى في مكانه، والشيخ علاء يتقدم خطوتين من مصر وتأهل معنا. الشيخ علاء الآن هلو وعبد الرؤوف، يعني هلو كان صوته جميل بصراحة وأدى أداء رائع، لكن سيبقى في مكانه ويتقدم عبد الرؤوف خطوتين إلى الأمام. إذن المتأهلين أحمد وعلاء وعبد الرؤوف، نشاهدهم إن شاء الله غدا في الحلقة الأخيرة. أيها الأحبة أشكر لجنة التحكيم الشيخ أسامة الصافي، الشيخ مشار العفاسي، والشيخ عبد الرزاق الدليمي، ومن خلف الكواليس صلاح الشطي. أمسي عليك بالخير وأقول لك إلى اللقاء. المرتل طير الضياء يتغنى بأسمى سماء، فمه ضوءه ويداه، صوته وصداه.
ثناياه نهر قويم من حروف القرآن الكريم، كل حرف يجيد أداه روضة في هدى. المرتل طير الضياء يتغنى بأسمى سماء، فمهو